لذلك لما أقول لهم الجريد يعرفونها جيدا هذه الكلمة، عشاق اليوفي والميلان والإنتر هناك بالملايين في ليبيا. كرة بالراس وهذه فرصة خطيرة، هذه متابعة خطيرة. سالتو تحسوا في فورمة، سالتو يحب يأثر من ماضي مباريات سيئة جدا. يمشي ولد الدربالي، كرة عن طريق سامح، سامح الدربالي يمشي بكرة، الشناوي ينبه. مباراة بشكل فيها أهداف من الجانبين، تمشي كرة خطيرة، جول مش ممكن. ماذا تألق في صد يا الشناوي؟ شناوي شناوي يمنع الهدف الأول للزمن للأهلاوية. قلت لك سالتو يحب يأثر من الماضي. شوف الكرة، شوف الصورة للهجوم، أي ضربة راس وأي تمركز من الشناوي. شناوي موجود، الشناوي موجود، والكرة ترجع لفريق الزمالك. على ذكر حراسة المرمى، عبد الواحد السيد هو أكثر لاعب في تاريخ الزمالك لعب في إفريقيا، لعب 88 ماتش. هداف الزمالك التاريخي هو عبد الحليم علي العندليب، سجل 23 هدف، والتوب 3 بعد عبد الحليم علي.